نظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم بالمولد النبوي الشريف، وذلك بحضور عدد من علماء الأزهر. تأتي الاحتفالية في إطار حرص وزارة الداخلية على إحياء المناسبات الدينية والوطنية داخل هذه المراكز كإحدى أدوات منظومة السياسة العقابية الحديثة لإصلاح المسارات الفكرية والسلوكية للنزلاء. إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أحد أدوات منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية. من هذا المنطلق أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف وسط النزلاء وبحضور ذويهم بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، وهي فرصة لإبراز مواهب النزلاء في الإنشاد الديني والوطني والتي تم إصقالها داخل المركز بواسطة نخبة من المختصين. أبهجني وأسعدني الحقيقة صحبة النزيلات والنزلاء، لأن فيهم ما شاء الله مواهب إخراجها في هذه الصورة الطيبة شيء أسعدني في الحقيقة. هو ده كان البهجة الأساسية، مين اللي بيغني، مين اللي بتغني، الإنشاد اللي بيتقال، وقد إيه إحساسهم ومشاعرهم. الاحتفالية تضمنت ندوة تثقيفية بحضور عدد من علماء الأزهر الذين حرصوا على إبراز سيرة النبي العطرة لتكون القدوة لهؤلاء النزلاء لتصحيح مفاهيم فكرية وسلوكية، فمثل هذه الندوات تسهم في تقويمهم وتأهيلهم للعودة إلى مجتمعهم مرة أخرى صالحين له ولأنفسهم، وهذا ما يحرص عليه قطاع الحماية المجتمعية من إقامة مثل تلك الندوات. عليه للنبوة خاتم يلوح من الله ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. الاحتفال بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نذكر بعض بأخلاق سيدنا النبي وتأثير أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عودة الإنسان إلى الصورة التي ترضي الله تبارك وتعالى، إعادة قيم الصدق، الوفاء، العمل، العمران، حتى يعود الإنسان إنسان جديد. الندوة عظيمة جدا، شفت تغيير بجد من النزلاء، تغيير إيجابي عظيم جدا. الندوات دي عظيمة في رفع الحالة المعنوية للنزلاء، تجديد الثقة في أنفسهم، رسالة عظيمة جدا بأنه لا تقنطوا من رحمة الله، رسالة عظيمة جدا املأ قلبك بالأمل والعمل ولا تحزن أبدا، رسالة عظيمة إن مصر بتحتويكم وحاسة بيكم ومنتظراكم. أجواء روحانية سادت الاحتفالية مع تفاعل النزلاء مع المحاضرين والمنشدين والرغبة في التعلم والاستفادة وتصحيح الرؤى والمفاهيم. في ندوات دينية بتقام كل مثلا جمعة أو كل ثلاث، بيجي شيخ من برة وبيرشدنا على إن احنا نبقى كويسين والناس تبقى كويسين ويعدل يعني من شأن النزيل. احنا طبعا كنا مبسوطين بأهالينا لما قلنا النهاردة، وكنا حاسين ان احنا في بيوتنا مع في وسط أهالينا. وبصراحة الوزارة ووزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية مش محسسنا ان احنا في سجن. هذه الفعاليات الدينية والثقافية تخرج إنساناً جديداً وترفع الوعي الديني والثقافي لديه لإعادته للمجتمع بصورة جديدة تساعد على التعايش والاندماج السريع في المجتمع. وهذه هي أحد أسس السياسة العقابية الحديثة لوزارة الداخلية، والتي تؤكد على أن النزيل لا يعاقب على جرم مرتين، بل يتم تهذيبه وإصلاحه ليعود للمجتمع إنساناً صالحاً.